بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير النهاردة عندنا مفاجآت كثيرة جدا طوال الساعتين القادمتين الحقيقة في البيت الكبير. كلاب هاوس كلاب هاوس كلاب هاوس، أنا بحيي الكلاب هاوس. كلاب هاوس أنا ما بعملش إعلام بالمناسبة، ولكن اللي بيحصل على كلاب هاوس التطبيق الحقيقة بيعرفنا حاجات كتيرة جدا 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 احنا عارفينها اوريدي ودايما بنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن مش انا اللي بقول، مش انا، كل ما يبقى في حاجة على كلاب هاوس، هذا التطبيق الرائع الحقيقة الرائع. الناس بتخش الظهر تحس ان هي قاعدة لوحدها ولا ايه، ما تفهمش، تلاقي الناس داخلة تتكلم كلام بيتكلموا من قلبهم. فكل واحد بيطلع، سواء مسؤولين حاليين أو سابقين في اتحاد كرة القدم أو حتى في الأندية المنافسة، كل ما حد فيهم يطلع يتكلم الكلمتين اللي بيقولهم على كلاب هاوس هو فاكر نفسه محدش بيسمعه مثلا. أنا مش فاهم، بجد مش فاهم. بيفكروني في فيلم إيه، الشيخ حسني، فاكرين الشيخ حسني لما الكتكات، الله الكتكات، لما الشيخ حسني قعد والمايك اتفتح وكل حاجة اتقالت، الناس كلها عرفت ايه اللي كان بيحصل في الحاره. فكان من الواضح ان الناس اللي طالعه تتكلم فاكره نفسها قاعده لوحدها، فبتتكلم من قلبها. يعني يا عم الراجل، الناس طالعه تتكلم بمنتهى الاريحيه. احنا عارفين طبعا ان مفيش حاجه اسمها مظلوميه، كل ده احنا عارفينه، وكل ده عارفين ان هو فيلم حضراتكم بتحاولوا تصدروه لجمهور الاهلي ولمسؤولي الاهلي ولمسؤولي كره القدم المصريه، لمجرد ان انت تبقى واخد بعض التعاطف، لان انت مش عارف ولا تكسب دوري ولا، يعني مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اتكلم في الموضوع ده لانه الحقيقه موضوع يضحك، مش اكتر من كده، انا مش هقدر اقول اكتر من كده. واضح ان اللي عمل الكلاب هاوس اهلاوي، واضح، لانه الحقيقه لما تشوف الفرق في الرومز او الغرف اللي بتخش على كل الرومز اللي موجوده سواء للاهلاويه او لغيرهم، تعرف الفرق. الاهلاويه بيتكلموا بمنطق وبيتكلموا بعقل وبيتكلموا حتى لو بينتقدوا النادي بتاعهم او بينتقدوا اداء فريقهم، ولكن الناس لما انا بخش اسمع الحقيقه فسعيد جدا بكلاب هاوس. انا والله ما بعمل اعلان، ولكن سعيد لانه كل واحد بعد كده ابتداء من النهارده او ابتداء من امبارح الساعه 11 12 بالليل لغايه دلوقتي، انا مش عايز حد يفتح بقه ويقول لي اصل انا عندي مظلوميه، اصل احنا النادي المظلوم طوال حياته. ابدا، حضرتك اللي قلت على لسان المتحدث الرسمي بتاعك قلت ايه؟ قلت يا جماعه ده فيلم احنا عاملينه علشان بس الناس تتعاطف معانا. انتهت اسطوره المظلوميه، انتهت خلاص. احنا بالنسبه لنا احنا عارفين طبعا ان ده فيلم، وانتوا ليه مخرج وليه ممثلين وليه معدين وكل حاجه، كل ده احنا عارفينه كأهلاوية، ولكن ان يطلع حد يكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق وبهذا المنظر، اعتقد ان من بداية من الوقت اللي حصل فيه الكلام ده مش عايزين حد يتكلم في الموضوع ده تاني لو سمحتوا. احنا بنتكلم بطريقتنا دايما، عمرنا ما هنروح للطريقة بتاعت اي حد تاني، لكن احنا دايما بنتكلم بطريقتنا. هتيجي تقول لي مظلومية، هقول لك اسمع، ما تجيش بقى بعد كده تقول لي اصل اللي اخترع كلاب هاوس ده اهلاوي. ما ممكن يحصل كده في اطار الحمله اللي شغاله اليومين دول. هو ده الفرق، وهو ده الاسلوب، وهو ده الفارق، انا اسف جدا، الفارق ما بين اسلوب النادي الاهلي واي حد تاني. كل ما تيجي تتكلم، انا ما بتكلمش على نادي معين، او انا بتكلم حتى على مسؤولين سابقين في اتحاد كره القدم او في اللجنه اللي كانت بتدير اتحاد كره القدم السابق، تقعد يعني الناس بتقول كلام والله فاكرين نفسهم قاعدين لوحدهم. يعني حتى لو قاعدين لوحدهم مش هيطلع الكلام ده، ولكن اللي في القلب بيطلعوه وهم قاعدين. فالحقيقه ان حد يطلع يقول لي بعد كده مظلوميه، هتبقى مشكله كبيره. هقول له كلاب هاوس بس، مش هقول حاجه تانية، هقول اتفرج على او اسمع كلاب هاوس.
انتهت أسطورة المظلومية اللي احنا عايشين فيها وبقالنا 100 سنة عايشين في الموضوع ده وعايشين في الكلمتين دول، وهم هم الكلمتين، احنا أصل الأهلي ده على راسه ريشة، أصل الأهلي ده مش عارف إيه، أصل يا جماعة بجد تعبنا بقى من الكلام ده. حضرتك بنفسك بتقر حتى بعد ما جيت تصلح الخطأ قلت كلام يقر اللي انت قلته، ده حضرتك أقريت باللي انت قلته، انت بس اللي فارق معاك مين اللي سرب، لكن ما قلتش لا انا ما كانش قصدي الكلام ده، لا يعني انت الكلام ده بالنسبه لك مظبوط ان فيلم بتعمله علشان الناس بس تتعاطف معاك شويه علشان انت مش قادر تعمل حاجه في الملعب. احنا عايزينكم في الملعب يا جماعه، عايزين نتكلم في الملعب. وبعدين ما تدخلوش بقى الاهلي في كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، لان الموضوع ابسط من كده بكتير. حضرتك بتطلع تتكلم في كلاب هاوس تطلع تتكلم وقلت واحد اتنين تلاتة، مش أنا اللي قلت، مش حد أهلاوي اللي قال، مش حد بيشجع النادي الأهلي اللي قال، حضرتك اللي طلعت قلت هذا الكلام. أنا من رأيي إن الكلام ده ارفع قضية، أنا لو منك ارفع قضية بجد، لأن أنت أقريت بالكلام اللي حضرتك قلته في كلاب هاوس، أقريته. فأنا الحقيقة سعيد بهذا التطبيق، سعيد جدا بهذا التطبيق، لأنه من الواضح الواحد لما بيجي يخش تطبيق جديد بيعمل ايه؟ بيبتدي يعرف التطبيق ده بيتكلم ازاي؟ الناس اللي بتخش نوعيتها ايه؟ الفولورز اللي ممكن يسمعوني قد ايه؟ للاسف الشديد الناس محتاجه بس تتعلم شويه علشان تقرا الموضوع وتشوفه. اشكركم على حسن تعاونكم معنا، احنا هنخش النهارده الظاهر في مسلسلات كتير. مسلسلات النهارده كتيره جدا 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 اللي هنتكلم فيها. فالحقيقة أنا بشكر كل المسؤولين على الكلاب هاوس حتى لو ما كانوش أهلاوية. أنا ما أعرفش، ما هو أصل ممكن يطلع يقول لك بعد يومين ثلاثة إيه، أصل الكلاب هاوس ده كل اللي عملوه أهلاوية. لكن طبعًا دي أي كلام. من فضل حضراتكم ما تتكلموش عن المظلومية مرة أخرى لأنها ليست حقيقة. كل جمهور النادي الأهلي يعلم هذا الموضوع. حضرتك عايز تكسب تعاطف، روح اكسب تعاطف جمهورك، مالكش دعوة بأي جمهور تاني. هي دي رسالتي لحضرتك، لانه او حطه حد يتكلم، يعرف يتكلم عن انجازات النادي بتاعه، انجازات النادي بتاعه. شوفوا يعني انا امبارح الحقيقه سعيد ومبسوط جدا بايه؟ بالمتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، وطلع يتكلم، راجل بيتكلم منتهى الشياكه، منتهى الاخلاق، منتهى 1 2 3 4 5 6 7 8، القرارات اللي طلعت كذا، القرارات اللي ما طلعتش كذا، هنتكلم في كذا، هنقول كذا 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 كذا. اتعلموا، ما فيش والله ما في مشكله، فيش مانع ولا في مشكله ولا في مانع ولا احنا هنزعل، بالعكس ده قدر النادي الاهلي ان الكل يتعلم من النادي الاهلي كيفيه الاداره، كيفيه الاداره في الملعب، كيفيه الاداره خارج الملعب، الانشاءات اللي بتحصل، كل الامور دي حضرتك عايز تعلمها اتعلمها. والله ما عندنا مشكله. انا بقول لحضرتك لما بتقعد مع اي حد من مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن خطيب بيقول لك احنا بنموت نفسنا عشان خاطر نادينا، بنحب هذا النادي، عايزين نعمل افضل حاجه للنادي ده. هو ده الاسلوب اللي احنا دايما، او ده الاسلوب والطريقه اللي النادي الاهلي دايما بيمشي بيها عبر تاريخه. محدش بيقول محمود الخطيب، محدش بيقول صالح سليم، محدش بيقول حسن حمدي، محدش، لا، يقول لك النادي الاهلي من 1907 ل 2021. من 1907 ل 2021، لو حضرتك حطيت هنا صور كل رؤساء النادي الاهلي، مش هتلاقي كل رؤساء صور النادي الاهلي موجوده من 1907، مش هتلاقي واحد متغطي عليه، وواحد متشال، وواحد عليه قضيه، وواحد مش عارف ايه، لا 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 لا. من 1907 هتلاقي صور رؤساء النادي الاهلي، عندنا برنامج محاضر مجلس الاداره، كل رؤساء النادي موجودين. عشان كده احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو ايه؟ ها؟ البيت الكبير. البيت الكبير. اتعلمه. دايما انا لما بعوز اتعلم من حاجه بروح لوالدي. ابويا اللي رباني، اكلمه. ايوه يا حاج والله في واحد اتنين تلاته، قول لي اعمل فيها ايه؟ يقول لي يا ابني في واحد اتنين تلاته، اعمل كذا كذا كذا. قيم ومبادئ واخلاق، هو ده اللي احنا ماشيين عليه، وهو ده اللي احنا بنتربى عليه في حياتنا وداخل النادي الاهلي. انا هقفل الموضوع، بس انا بحيي الحقيقه كلاب هاوس ده تطبيق
كويس جدا 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 والله. والله ما في اعلان ولا اي حاجه خالص عن الموضوع ده، ولكن سبحان الله سبحان الله، مسؤولين حاليين او مش موجودين دلوقتي بيطلعوا على كلاب هاوس يتكلموا ويفضفضوا فضفضوا فضفضوا، فبيقولوا كلام ما مش عارف اقول عنه ايه، مش عارف اقول عنه ايه، ولكن ممكن يكون الكلام ده بيدينهم اكتر هم اكتر من اي شيء اخر. عموما انا هقفل الموضوع ده وهستنى ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه علشان اشوف ايه اللي هيحصل. طيب امبارح اتكلمت مع حضراتكم هنا على شاشه قناه النادي الاهلي وعلى في البيت الكبير من داخل البيت الكبير، قلت لكم ان في ازمه حصلت، ازمه اتحاد كره القدم او اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم. قلت لكم يا جماعه امبارح ان في اتحاد كره القدم او في بعض الاتحادات المحليه في قاره افريقيا بعتت للاتحاد الافريقي لكره القدم وقالت له احنا الدوري بتاعنا هيخلص لو سمحت، فادينا استثناء لغايه نص 8 او لغايه 25 8 ل 30 8 نقدر نأيد فيه القيد الافريقي. ليه؟ لان القيد الافريقي بينتهي يوم 31 7. ثلاث اتحادات عملت كده، وقلت الكلام ده امبارح، المغرب وليبيا والجزائر، الاتحاد المغربي والاتحاد الليبي والاتحاد الجزائري، وجبت لحضراتكم الجوابات، وايضا جبت الجواب بتاع الاتحاد الكيني اللي بعت للاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي لسه ما ردش عليه. كل اللي انا طالبته ايه؟ على فكره انا ما عنديش مشكله مع اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم، والله ما في مشكله خالص، ولكن انا شايف ان في موضوع حصل وانت ما خدتش خطوه، ممكن تكون مشغول في مشغولياتك الكتير، فانا بنبهك او بقول لك، فما ينفعش تتنطط أو سوري انا اسف، ما ينفعش ان انت تتعالى على ان انت عملت حاجه غلط، او مش انا اسف ما عملتش حاجه غلط، ولكن كل اللي انت اللي حضرتك اللي انا بطلبه منك من فضلك ابعت اتحاد ابعت للاتحاد الافريقي قول له انا الدوري بتاعي هيخلص 25 اغسطس، عشان كده انا بطلب منك استثناء ان انا اقدر اقيد اللاعبين يوم 25 يوم 26 زي ما الاتحاد الافريقي بقى وزي ما حضرتك عايز. انا بتكلم عن النادي الاهلي وبتكلم على بقيه الانديه اللي هتلعب في افريقيا على فكره، ولكن انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي. فالنهارده اللي حصل ايه؟ طبعا كل المواقع ما اعرفش معاكم الحاجات دي ولا مش معاكم يا شباب، حطوها لنا اتفضل حطوها لنا. كل الناس اتكلمت في هذا الموضوع امتى؟ امبارح اول ما خلصنا البرنامج لقينا كل المواقع بتكتب ان اتحاد كره القدم انا على فكره والله ما زعلان، بالعكس دي حاجه جميله جدا وبشكر عليها اللجنه الثلاثيه اذا كانت حصلت. هو على فكره كل الحاجه دي بتاريخ النهارده، يعني هم خدوا الكلام امبارح وراحوا عملوه. على فكره والله ده كويس جدا، ده كلام كويس جدا وكلام محترم وانا بحترمكم وشابوه ان حضرتك بتسمع الكلام، يعني دوري الاعلامي ان انا انبه حضرتك ان انت لو عندك مشكله في حاجه اقول لك عليها. فانا قلت لحضرتك ان في 1 2 3 والاتحادات المحليه المغرب وليبيا والجزائر بعتوا، وكينيا بعتت بس لسه ما تردش عليها. بالمناسبه الثلاث اتحادات الاولانيين المغرب والجزائر وليبيا الثلاث اتحادات خدوا استثناء، خدوا خلاص، خدوا انتهى الموضوع. كينيا هيترد عليهم في خلال الايام القادمه، فمن فضل حضراتكم ده الكلام اللي انا قلته امبارح، من فضل حضراتكم ابعتوا قولوا احنا عايزين استثناء احنا كمان عشان احنا الدوري بتاعنا هيخلص يوم 25 اغسطس او 26 اغسطس بناء على التعديلات اللي حضراتكم عملتوها. بدون اي زعل وبدون اي حاجه، وانا مش متضايق ولا زعلان، ولكن انا عارف ان حضرتك عندك مشغوليات كتيره جدا، فبقول لك حصل 1 2 3 من فضلك ابعت للاتحاد الافريقي وقول له هذا الكلام. التفكير اللي انا عرفته يعني من مصادرنا ان الاتحاد او اللجنه الثلاثيه التي تدير اتحاد كره القدم فكرت في ايه بقى؟ فكرت ان هي تبعت للاتحاد الدولي. مش فاهم الاتحاد الدولي ليه؟ اذا كان الاتحاد الافريقي موجود فحضرتك بتحل ازمه بازمه تانية؟ ايه الغريب؟ ايه الموضوع؟ من فضلك ابعت للاتحاد الافريقي قول له أنا يوم 25 أغسطس هخلص الدوري، فأنا محتاج وقت قيد مختلف أو تبدلي أو تديني استثناء لغاية يوم 25 أو 26 عشان تقدر الفرق تقدر تكون
القايمه بتاعتها الافريقيه اللي هتلعب بيها في افريقيا السنه الجايه، الموسم اللي جاي. انا بكلمك على الموسم اللي جاي، وعلى فكره مش عيب، احنا كلنا شركاء وكلنا بنساعد بعض، ولو الاتحاد المصري عمل كده او اللجنه الثلاثيه عملت كده هرفع لهم القبعه، هقول لهم شكرا من خلال هذا البرنامج، هقول لهم شكرا ان حضراتكم عملتوا كده. مش هقول ان انا اللي عملت، لان انا لا املك ان انا اعمل كده، انا لا املك ان انا ابعت للاتحاد الافريقي، ولكن في وسط المشغوليات الكتيره للاتحاد المصري لكره القدم اللي انا مش عارفها، اكيد عندكم انتم مشغولين يعني، اكيد طول الوقت مشغولين، فما وصلش لحضراتكم التفكير في ان احنا عندنا موسم جاي وعندنا افريقيا وفي اتحادات بعتت وخدت استثناء، فاحنا كمان نبعت وناخد استثناء. فانا دوري الاعلامي ان انا اقول لحضرتك هذا الكلام، وانا قلت لحضرتك بمنتهى الادب والاحترام، ومفيش اي مشكله معاك خالص، ما عنديش مشكله والله، ده كلهم سواء الاستاذ احمد مجاهد او بقيه الزملاء اللي موجودين كلهم اخواتنا يعني. فمن فضل حضراتكم ابعت جواب قول ان انا عندي مباريات لغايه يوم 25 اغسطس للمره المليون، اهو للمره المليون بعيد الكلام، ابعت جواب لو سمحت وقول ان احنا هنلعب 25 26 المباريات لغايه يوم 26، فادينا استثناء ان شاء الله 15 يوم 20 يوم بس، مش عايز حاجه تانية، مش عايز حاجه تانية. والموضوع اللي انا بتكلم فيه ده هو لمصلحه الكره المصريه، النادي الاهلي طبعا، ولمصلحه الكره المصريه. انا بتكلم، انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي، لو حد عايز تاني يطلع يتكلم عن النادي اوكي ما عنديش مشكله، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي. ده كان الموضوع الثاني، وزي ما حضراتكم شفتوا عمل رد فعل سريع جدا، وهو ده المطلوب بالمناسبه، وهو ده المطلوب، هو ده الدور البيت الكبير مطالب بيه خلال الفتره اللي جايه. النهارده كان في مباراه الزمالك والمقص، برضو السؤال ده انا بالنسبه لي، انا عارف ان هو اتطرح كتير، ولكن بالنسبه لي سؤال غريب جدا، هو ليه ما فيش فار في مباريات الكاس؟ ما هو الاهلي هيرجع يلعب بعد الدوري ان شاء الله لما ربنا يكرمنا يوم السبت ونشوف النتيجه، بعد كده هنلعب الدوري وهنلعب الكاس، هنلعب المباريات المتبقيه. الاهلي هيرجع يلعب، ليه حضرتك مش حاطط الفار؟ ممكن نحط حته جبنه عشان ياكلها فار، مش عارف، ما دي بعض النقط اللي بيقولها ابو تريكه يعني. فيعني ليه الكاس ما فيهوش الفار؟ نفسي افهم بجد، زي ما نفسي افهم برضو عشان الناس ما تفتكرش ان انا رايح في، كان نفسي افهم برضو هو ليه ما فيش الفار في مباريات المجموعات في دوري ابطال افريقيا، نفسي افهم ليه برضو. يعني في بعض الامور الحقيقه بالنسبه لي بتبقى امور غريبه جدا، الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري اقدم اتحاد لكره القدم اتعمل، مش عارفين نطبق الفار في مش عارفين نطبق او نحط تقنيه الفار في الكاس الا من الدور قبل النهائي بس. طب ليه حضرتك؟ ما انت عندك عربياتك وعندك شغلك وعندك ناسك وعندك كل حاجه، ما تطبق الفار في من اول يوم. طالما ان مقياس العداله دلوقتي او الكل اتفق على ان وجود الفار هو حاجه جيده، تمام، طبقه. طبقه عشان كل الانديه تبقى حاسه ان هي سعيده ومبسوطه وما عندهاش اي مشكله. على الرغم من ان انا لو جيت اتكلم في موضوع الفار ده هتكلم في حاجات كتيره جدا، لكن خلاص على الاقل بيدينا جزء من الحق كنادي اهلي، يعني بيديك جزء من حقك. فانا نفسي اعرف برضو، انا عندي علامه استفهام كبيره جدا على موضوع عدم تطبيق تقنيه الفار الا في الدور قبل النهائي بس. فالحقيقه اتمنى من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو ياخد باله بس من مثل هذه المواضيع. وعلى فكره مفيش اي غضاضه في اي حاجه، ولا عندي اي مشكله مع اي حد والله، انا بس كل اللي بقوله ده دوري الاعلامي اللي يستوجب عليا ان انا اقول لحضرتك في 1 2 3، واذا كنت عملت كده حضرتك هتقول طبعا مش من خلالي انا عارف، ولكن من خلال كل المنصات بتاعتك على السوشيال ميديا او على التلفزيون او على كذا، فانا هعرف ساعتها هشكرك وهقول لك شكرا، شكرا للجنة الثلاثية ان هي بتحاول ان تطبق العدالة بشكل واضح، بتحاول ان هي تخلي كل الأندية المصرية في أعلى ليفل ليها. هو ده اللي أنا هقوله على فكرة، وجربني وشوف، جربني وشوف. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن أخبار النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلونا نروح لتليفون هام جدا، واحد من أساطير كرة القدم التونسية
واسطوره نادي الترجي السابق كابتن خالد بدر. يا كابتن خالد ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك حبيبي اسلام؟ وحشني وحشني جدا، احنا لعبنا ضد بعض طبعا كمان. وسعيد جدا جدا ان انت تبقى معايا على الهواء. وانا كمان حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. مرحبا بالساده المشاهدين وبشعب مصر الشقيق. حبيبي يا كابتن خالد. كابتن خالد، يعني طبعا حضرتك واحد من اساطير كره القدم التونسيه ونادي الترجي، خليني اخش معاك في الموضوع على طول. شايف مباراه الترجي القادمه امام النادي الاهلي ان شاء الله في القاهره ازاي، وشفت المباراه الاولى ازاي؟ والله انا شفت الشوط الاول معناتها في تونس، كان الترجي بعيد كل البعد على المستوى الحقيقي. الترجي ما لعبش بالاسلوب نتاعو زي ما معودنا في مباراه النهائي ضد الاهلي بالذات، كان معناتها مستوى عالي وكان كان دفاع بدني كبير. يظهر الترجي معناتها ما قامش بالمستوى وبالاهداف نتاعو. يظهر الترجي كان بعيد كل البعد. صح لعب شوط اول في تونس، مازال شوط ثاني في مصر. ان شاء الله معناتها تكون ترجي حاضر وجاهز للمقابله هذه، ان شاء الله يقدم المرجو منه. الحفظ الوجه اول شيء، وسمعه الترجي وقيمه الترجي في افريقيا. صحيح نحن نلعب ضد فريق كبير اللي هو نادي الاهلي، نادي القرن، عنده لاعبين ممتازين. كانت المباراه الاولى في تونس لعب بانتشار معناتها محكم في الملعب، كان هو السباق، كان الخطه التكتيكيه المرسومه نتاع المدرب كانت خطه تكتيكيه ممتازة عالي، طبق اللاعبين كل التعليمات المدرب، والمنافذ للمرمى نتاع الحارس معناتها نتاع الشناوي كانت مقفله. وشفنا مع تلك المباراه كامله ما الترجي ولا سوى ولا شيء. تقول لي الترجي حتى المهاجمين نتاعهم كانوا في عزله، ما فماش حتى روح معناتها من 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 المهاجمين. نشوفوا الهوني كذلك هو مهاجم، نشوفوا عبد الباسط نفس الشيء، ما قدموا ولا شيء المحترفين الترجي، كانوا بعيدين كل البعد. كابتن خالد انا اسف، تفتكر ان ما حدث قبل المباراه كان له تاثير؟ ولكن اعتقد ان ملوش تاثير، معرفش يعني انا بتكلم معاك، لكن اعتقد انه ما كانش له تاثير، لان النادي الاهلي بس اللي كان بيسخن ما حدث من الجمهور. يعني بعض الامور اللي حدثت قبل المباراه كان له تاثير ولا لا؟ والله انا ما شفتش بصراحه، والله انا ما تابعتش المباراه في الملعب، ما تابعت في التلفزيون شويه، انا ما شفتش الاحداث هذه. شفت زيك ما في البين سبورت قالوا تاخرت المباراه، وهذا هو، انا ما شفتش الاحداث شنو اللي صار شنو ما صارش. ايوه معناتها كي تقول معناتها تنجم تقول اثرت شويه معناتها على اللاعبين ككل. معناتها كانت المباراه مش طلعت الساعه 5 تاخرت، صح معناتها الجو كان حار، ما كانش الجو معناتها كويس، معناتها كان درجه الحراره تتراوح ما بين 40 و41 درجه. ايوه معناتها حتى كي تاخرت معناتها تنجم تكون معناتها ممتازه للاعبين الكل، ما تاثرت اكثر شيء اثرت على اللاعب الترجي. ايوه هذا اللي نشوفه انا. طيب المباراه الثانيه لو حضرتك مكان المدير الفني معين الشعباني لنادي الترجي هتفكر فيها ازاي، خصوصا في النهايه كابتن خالد الترجي ده واحد من اعظم الفرق في القاره الافريقيه، واحد من اهم الفرق، حصل على بطولات كثيره جدا، وبالتالي انا شايف ان هي هتبقى مباراه صعبه جدا جدا للفريقين الحقيقه. والله هي مش صعبه على النادي الاهلي، هي صعبه على الترجي. الترجي على خاطر مستوى اللاعبين اللي كانوا موجودين في 2019 ما همش نفس اللاعبين. معناتها كان البليلي، كان موجود شعلالي، معناتها كانوا اللاعبين عندهم وزن وعندهم ثقلهم في الملعب. ايوه اليوم معناتها نشوفوا غير معناتها اللاعبين الموجودين توا، غير معناتها على الفريق السابق. اليوم نشوفوا ظهير الايسر بتاع الترجي معناتها الشطي، معناتها مش قاعد يقدم في المستوى المرجو منه معناتها في الترجي التونسي، معناتها محترف صحيح معناتها بعد كل احتراماتي ليه، معناتها ما قدمش الاداء. ثم اللاعبين ما قدموش الاداء للترجي التونسي ومش في قيمه الترجي التونسي. اليوم انا نقول كان مش نلعب ضد فريق معناتها منتصر عليا وعندي عندي مباراه العوده، انا نقول معناتها نلعب الكل في الكل زي ما نقول، نلعب الكل في الكل بالاحتياط مع بالتحفظ معناتها في الخط الخلفي، معناتها ما نقبلش اهداف، نعرف معناتها نكون انا سباق على الكره، نكون معناتها فما الاندفاع البدني، ترى الجدال التونسي نجم يرجع. اما اليوم معناتها صعب، ونقول انا صعب معناتها المقابله هي صعيبه برشا برشا،
والنادي الاهلي عمره ما يفرط معناتها في مباراه زي هذه. انتصر في تونس وعنده مباراه العوده في مصر قدام جمهوره. معناتها النادي الاهلي معناتها اليوم معناتها خذاه بالي اخر، معناتها خذاه درجه اخرى من واحد السنه اللي فاتت توج بها، والسنه هذه نجم يكون قريب برشا معناتها باش يتوج بالكاس هذا. نعم. معناتها نحن الترجي التونسي مش تقف على المقابله هذه، ترجي معناتها ولد قاعد يشتغل يحضر فريق السنه الجايه، ان شاء الله معناتها نقولوا واحد، اما انا نقول معناتها المقابله صعيبه، صحيح على الفريقين الاثنين، واللي مش يحكم في اعصابه المشي في وسط الميدان ومش يكون حاضر في الملعب وعلى الكوره هو راهو اللي مش يخرج بنقاط الفوز. وانا نقول اللي الترجي عنده الامكانيه هذه، اما ما فماش الادوات نتاع اللاعبين اللي باش تشتغل بهم في المباراه هذه. وانا نقول معناتها النجم نعطي نسبه 90% اللي هو الاهلي مش ينتصر في المباراه. هتيجي امتى القاهره بقى يا كابتن خالد؟ هتيجي ممكن نشوفك تيجي تتفرج على الماتش ده وتشرفنا هنا في القاهره؟ وحشتنا يعني. والله انت كمان يا اسلام حبيبي، والله ان شاء الله كان ان شاء الله ربنا يسهل هذه الشاحنه نتاع كورونا هذه اللي خلتنا الكلنا معناتها ما نراوش بعضنا ما نقابلوش بعضنا. ان شاء الله يا رب في القريب العاجل يرفع عنا البلاء هذا يا رب ان شاء الله ما ترجع الشعوب لبعضها، وان شاء الله ان شاء الله مصر وتونس والامه العربيه والاسلاميه الكل ما ترجع الاجواء نتاعها والمحبه اللي كانت موجوده ان شاء الله ترجع يا رب. وستظل دائما المحبه موجوده في قلوبنا للتوانسه وفي قلوب التوانسه لكل المصريين. والله هي موجوده، والله هتظل دائما موجوده يا كابتن اسلام. طبعا والله يا كابتن اسلام هي موجوده المحبه واحد، اما نحن بس العقليه بس تختلف، اما راهو الحب العربي والحب الاخو المسلم راهو موجود، والله الموجود وان شاء الله يا ربي يصفي القلوب ما بين بعض كلنا، وان شاء الله ترجع ان شاء الله الروح زي العاده ان شاء الله يا رب. انا بشكرك جدا جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا. كابتن خالد بدر شكرا جزيلا، اسطوره كره القدم التونسيه واسطوره الترجي. زي ما حضراتكم شايفين انا بختلف تماما في هذا الموضوع. دايما عبق التاريخ موجود في هذه الانديه. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي لاعب ترجي بعد 100 سنه هيظل هو الترجي، والاهلي هيفضل هو الاهلي، والزمالك هيفضل هو الزمالك، والاسماعيلي هيفضل هو الاسماعيلي مهما حصل. ليه؟ الانديه دي هي اللي خدت البطولات، هي اللي عملت كره القدم، هي اللي احيت كره القدم في اسماعيليه وفي القاهره وفي الجيزه وفي المحله وفي المنصوره. انا وجهه نظري دايما كده، ان نادي الترجي هيظل دائما نادي الترجي. هيجي اي 11 لعيبه، اي 11 لاعب هيلعبوا في المباراه اللي جايه هيموتوا نفسهم. انا دايما بحس بهذا الكلام، وبشوف ان النادي الاهلي او اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي عندهم مباراه صعبه، هي ليست سهله، هي ليست كما قال الكابتن خالد بدره 90% للنادي الاهلي، لا انا شايفها 50-50. من الممكن جدا ان يكون هناك اتجاه لتصدير شكل معين للنادي الاهلي وللاعيبته، ولكن انا عارف ان كل لعيبه النادي الاهلي عندهم خبره كبيره جدا جدا في هذا الموضوع، وعارفين كويس قوي 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 ان المباراه اللي جايه 50-50 50-50. ان شاء الله ان شاء الله ننتظر يوم السبت الساعه 9 نشوف مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي، وبعد المباراه ان شاء الله يكون لنا كلام كتير جدا. خلينا نروح سريعا ل اخبار النادي الاهلي. الحقيقه متعب، ويعني واحد من اقرب الناس الى قلوب كل الاهلاويه وسيظل كذلك. متعب انا شخصيا تشرفت بان انا اتواجد معاه 4-5 سنين في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ومتعب من الناس اللي جمهور الاهلي بيحبها جدا. انا عايز حضراتكم بس، وانا بقول لحضراتكم وبوجه كلامي لكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه، لان هذا الرجل كل جمهور مصر بيحبه فيما الا بعض الناس. يعني متعب هم قله طبعا معروف ليه، لكن متعب كويس، متعب عنده شويه مشاكل كده خفيفه في عينيه بيعملها، وان شاء الله ان شاء الله. انا هقول لحضراتكم سر على الهوى، انا اقول لحضراتكم سر على الهوى، ويمكن انا يعني مش المفروض ان انا اقول كده، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا دايما لما باجي اتكلم معاكم بتكلم معاكم من قلبي. من المفترض كان متعب هيكون متواجد معايا في البيت الكبير بكره ان شاء الله، ولكن انا شخصيا بالاتفاق مع عماد خلينا قلنا لا، خليه يطلع في وقت يكون جسمه هدي شويه،
من هو تخنان شويه متعب اليومين دول، فالناس حاسه، لكن هو كويس وزي الفل وما عندوش اي مشكله. وزي ما قلت لحضراتكم كان من المفترض ان يكون معايا على الهواء مباشره ولكن بكره يعني، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا اتفقت ان احنا، انا اللي اتفقت مع متعب الحقيقه ان احنا ناجل هذا الموضوع لغايه لما جسمه يقل شويه علشان الناس تشوفه بصوره افضل من الصوره اللي هو كان عليها في اخر مره كان متواجد فيها. فايه اللي حصل النهارده؟ لعبت النادي الاهلي وبمنتهى الحب وبمنتهى الود وبمنتهى الاحترام مسكوا تيشيرت عماد متعب، معرفش الصوره اتفضلوا، مسكوا تيشيرت عماد متعب ورقم عماد متعب، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، سعد سمير، الشناوي، رامي ربيعه، على هامش مران النادي الاهلي النهارده. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده البيت الكبير، هو ده لعبت النادي الاهلي واحترامهم لكل الاجيال. لسه كان سمير بيورينا دلوقتي اجيال بتسلم اجيال، بالفعل عماد متعب سيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه، وهو زي الفل. انا مش عايز اقول عليه كلام كتير وكلام كبير وبتاع، لكن هو زي الفل يا جماعه ما تقلقوش، وعايش حياته بشكل جيد جدا، ما عندوش اي مشكله، هو بس ايه الوزن الزياده شويه، فهو قال ان هو هيعمل دايت خلال الفتره اللي جايه وان شاء الله يبقى كويس، لكن هو الحمد لله الحمد لله ما عندوش اي حاجه، بيحس ببعض التعب، فقال ان هو هيسافر بره مصر خلال الفتره القادمه لما الدنيا تفتح شويه يطمن على نفسه، لكن هو الحمد لله يعني ما عندوش اي حاجه تخلينا نبقى قلقانين او كده. عماد متعب كلنا بنحبك وكلنا هنفضل دايما في ظهرك وهننتظرك في قناه النادي الاهلي. موسيماني ايضا بيحاضر اللاعبين بالفيديو في مران النادي الاهلي. انا الحقيقه النهارده كنت متواجد في النادي واتفرجت على المران، قد ايه اللعيبه مركزه، قد ايه ما عندهاش تفكير في كل الكلام اللي بيحاول البعض يصدره ان الترجي ده كذا والمش عارف ايه. لا النهارده الحقيقه كان كل اللاعبين مركزين، المدير الفني مركز، بعض الجمل وبعض الامور طبعا مش هينفع تتذاع، ولكن في النهايه موسيماني بيعمل ان عايز يكسب المباراه اللي جايه، عايز، الناس بتموت نفسها ومركزه فقط علشان تكسب المباراه القادمه. بص حضرتك على اللاعبين، بيضحك بس مركز، بيحاول يطلع نفسه من الضغط اللي موجود عليه، ولكن هو عارف ان مباراه يوم السبت هي لسه المباراه، الشوط الاول انتهى في تونس، وان شاء الله مباراه يوم السبت القادم هي المباراه اللي هتفصل هل النادي الاهلي هيصل للنهائي ان شاء الله ولا من الممكن لا قدر الله لا قدر الله يحصل حاجه تانية. فبالتالي احنا عايزين كل اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين مركزين في الملعب، مركزين مع مدربهم، المدير الفني بيتسو موسيماني الحقيقه عمل شويه حاجات النهارده كده، انا كنت قاعد بتفرج على التمرين النهارده وكان اتبسطت جدا قد ايه اللعيبه مركزه وقد ايه اللعيبه مش عايزه حاجه غير ان هي تكسب ان شاء الله ان شاء الله المباراه القادمه. محمود متولي لاعب الفريق الاول لكره القدم اهو قدام حضراتكم في النادي الاهلي، بينتظم في مران النادي الاهلي، جاله كان تعبان شويه الفتره اللي فاتت لما حضراتكم تفتكروا لعب مباراه وجاله شويه شد وجاله شد في العضله الخلفيه، ولكن الحمد لله نزل تمرين النهارده واصبح متاح ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي في المباريات القادمه على حسب الرؤيه الفنيه. على الجانب الآخر أحمد رمضان بيكم جلسة جيم وتدريبات تأهيلية على هامش مران النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين بيكم يعني كل جمهور النادي الأهلي بينتظره، وإن شاء الله إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق خلال المباراة القادمة. ايضا اكرم توفيق وبدر بنون بيشارك في المران الجماعي النهارده للنادي الأهلي. عايز اقول لحضراتكم ايضا ان بعثه الترجي التونسي ستصل الى القاهره يوم الخميس المقبل، وده كان اخر اخبارنا النهارده. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، واحده من اهم المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي. ان شاء الله لعيبه تبقى مركزه في الملعب فقط بعيدا عن كل الامور الاخرى اللي احنا عمالين نسمعها، احنا موجودين هنا وكل برامج قناه الاهلي موجوده للدفاع والحفاظ دائما على اسم النادي الاهلي. عندي ايه الفقره اللي جايه؟
عندي فقرة هامة جدا، واحد من أهم وأفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري المصري خلال العشرة 15 سنة الأخيرة، تألق الحقيقة مع في بدايته مع حرس الحدود وعمل معاهم مباريات كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا، واحد من المديرين الفنيين اللي كان مرشح أنه هو يمسك منتخب مصر، واحد من المديرين الفنيين اللي قال عليهم جوزيه أنه هو هيكون واحد من أفضل المديرين الفنيين، وهو بالفعل مدير فني رائع جدا، نجم كبير، كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري هيكون ضيفي في الفقرة القادمة، هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا تخص الكابتن طارق وتخص النادي الأهلي ومباراته أمام الترجي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل المدير الفني الكبير كابتن طارق العشري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقه في البيت الكبير، النجم الكبير والمدرب الكبير والرائع كابتن طارق العشري. ازيك كابتن طارق؟ مشرف ومنور والحمد لله على السلامه، واشكرك جدا جدا على وجودك معانا النهارده. انا اللي سعيد بيك يا كابتن اسلام، وان شاء الله باذن الله موفق، وطبعا يعني مش عاوز اقول ان انا في بيت الكبير. طبعا 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 انت احد تلاميذ البروفيسور. البروفيسور مانويل جوزيه. ما فيش شك طبعا، يعني ايام سعيده قضيتها والحمد لله كانت كلها مكلله بعد كده بالنجاح. ويمكن الماتش الاخير كمان مع الترجي فكرني ايام مستر مانويل. يعني في جولاته خاصه بعد السيستم اللي لعب بيه مستر منسوماني مع الترجي كان مناسب جدا جدا للمباراه، ولأول مرة السنة دي أشوف الأهلي بحالته الطبيعية. أيوة. هيمن تماما على المباراة، فرض شخصيته واستراتيجيته لدرجة إن أنا ما شفتش إنه يتهدد لمرماه، وده يمكن يمكن كرة واحدة يا كابتن هنتكلم فيها أكتر بس. أهلا بيك يا كابتن طارق مرة تانية في البيت الكبير بعد هذا العمر الكبير في كرة القدم، سواء كلاعب في واحد من أعظم الأندية نادي الاتحاد السكندري طبعا، والنادي الاولمبي طبعا، واحد من اقدم ثاني اقدم نادي في مصر يعني نادي الاولمبي، ولكن حضرتك لعبت في نادي الاتحاد ثم بطلت واشتغلت بقى مدرب بعد كده، اعتقد مسيره كبيره جدا حضرتك تتشرف بيها دائما. ما فيش شك، يعني تقرير انا بشكركم عليه رجعني بتاريخ طويل جدا. جدا يعني من اول طبعا ما كنت بلعب وفي نادي الاتحاد، ويعني تاريخ كبير جدا يقرب من 20 سنه مع نادي الاتحاد السكندري، واول ما توليت طبعا دخلت في سلك التدريب طبعا كان عن طريق المنتخب، كان الكابتن محمد عمر كان هو ماسك المنتخب العسكري. ايوه. وكان لي فضل ان انا العب واخد البطوله العسكريه. لان كنت خلاص قربت ابطل، وكنت في السنين الاخيره، فروحت مع كابتن محمد عمر استدعاني فروحت معاه بطوله غينيا في غينيا البطوله الافريقيه، وخدنا المركز الاول وترشحنا على اثرها لكرواتيا، وبعدين خدنا المركز الاول اللي احنا شفنا الكاس، كان كاس اولمبيات عسكريه وكاس عالم في نفس الوقت. ايوه. ويمكن ده اللي خلانا بعد كده ننظم بطوله عالم عسكريه هنا في مصر 2001 مع كابتن عمر، كنت المساعد بتاعه، كنت المساعد بتاعه في المنتخب العسكري ومساعد بتاعه مع نادي السواحل قبل ما يتقلب لحرس الحدود قبل ما يصعد. وبعد كده توليت الحرس بعد كده او السواحل، وبعدين الحمد لله سنه 2001 ربنا كتب لنا الصعود، ومن ساعتها بقى توالت السلسله التدريبيه، كان مع كابتن حلمي 4 سنين، ويمكن دي كانت البنايه الاساسيه للحرس الحدود. ايوه. وحققنا فيها نتائج كويسه جدا جدا مع كابتن حلمي، وبعدين كابتن حلمي ترك الفرقه توليت المسؤوليه، وبعدين 2005 واعتقد ان دي كانت البدايه بقى الحقيقيه للكابتن طارق العشري. حتى انا فاكر ان الفتره دي حضرتك غيرت طريقه اللعب حرس الحدود بعدها بشويه، يعني يمكن الفريق الاول اللي يحصل في الفتره دي ان هو يلعب بطريقه 4-4-2. وما تنساش ان انا استدعيتك عشان تنجح الطريقه دي. لان انت فعلا يعني انا فعلا كان منقي عن عشان اقدر انفذ الطريقه ديت، لان انا بدات في السنه اللي قبلها وحققنا نتائج. السنه البدايه الحقيقيه للحرس هو السنه اللي احنا بنينا فيها. مظبوط. وحققنا فيها نتائج كويسه جدا، كان جيل عظيم جدا جدا. يعني وصل، يمكن انت تقول اكتر مني، وصل للنضج اولا لكثر مشاركتنا في المراكز التنافسيه في الجدول. مظبوط.
وترشحنا اكثر من مره في البطوله الافريقيه، ولعبنا لان احنا لعبنا مدارس مختلفه سواء في جنوب افريقيا، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا. كل دي مدارس اثقلت الفرقه بشكل كويس جدا وعطت شخصيه للفريق. درجة ما تنساش يمكن هنا التقرير بس نسى 2012 2011 الموسم اللي اتلغى وكان الحرس كان الأول. الحرس الاول ايوه لا كان الحرس عامل السنه دي، يعني السنه دي بالذات كانت البوادر بتقول ان الحرس هينافس على البطوله للاخر الوقت. لان وصلنا للفرقه على شخصيه، وكمان كان في نتائج موفقه طبعا في مباريات كتيره جدا جدا بتديك مدلول. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني تاريخ طويل مع في التدريب، والحمد لله رب العالمين كلها الحمد لله يعني خبرات بالنسبه لي ونجاحات بالنسبه لي، سواء اخفقت وسواء نجحت، لان هو دايما طبيعي. دايما المدرب بين نجاحات وبين اخفاقات. أيوه. لكن الحمد لله اكتسبت خبره كبيره جدا جدا سواء داخل مصر الانديه اللي انا توليتها او الانديه خارج مصر. كابتن طارق، اشمعنى النادي الاهلي؟ يعني كابتن طارق لما حب ياخد تجربه او يخوض تجربه تعلم كانت داخل النادي الاهلي. اشمعنى النادي الاهلي؟ ده حط تحتها يعني 10 شروط، لان اولا كان الفترة اللي انا اخترت فيها النادي الاهلي كان هو رقم واحد في افريقيا. 10 سنين كان يعني متفوق على او متربع على عرش الكرة الافريقية. اعتقد 2004 5 6 كده صح؟ وانا يمكن كنت في بداياتي وما لقيتش احسن من النادي الاهلي، لان كان عشان تقدر تثقل موهبتك التدريبية لازم تخرج بره. فما كانش عندي وقت، لان انا كنت متولي لحرس الحدود. ايوه. وكان مستر مانويل جوزيه كورونا يعني تاريخ في الحته النقطه دي بالذات، لان دي نقطه انتقال بالنسبه لي. ايوه. انا حتى في داخل اداره حرس الحدود ما تنساش كان له عبد الرحيم الله يرحمه. الله يرحمه. وجه لي اللوم ان انا رحت على اساس ان انا مدير فني في الدوري الممتاز. انا كنت شايفها بمنظور تاني مختلف. ايوه. ان انا كنت لسه في بداياتي ومحتاج ان انا اثقل نفسي من ناحية التدريبية وان انا اكتسب شخصية المدرب. ما لقيتش احسن طبعا من مستر مانويل جوزيه ان انا اروح اكسب هذه الشخصية، خاصة ان هو كان رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا. الاهلي كان مهيمن على البطولات في افريقيا ومهيمن على البطولات في مصر، فما لقيتش من احسن واحد تقدر تاخد منه خبراته غير مستر مانويل. وصراحة هذه الشخصية ما زالت يعني لها يعني في قلبي يعني جزء كبير جدا، لان ساهم في نجاح شخصيتي من البدايات، لان اول حاجه قال لي ان هتبقى مدرب كويس. مظبوط. واستقبلني استقبال كبير جدا جدا في النادي الاهلي، وحتى كان هو دايما بيقعد في اوضه الجهاز الفني وكان بيقعدني معاهم الجهاز الفني. يكفي الاستقبال بتاعه ويكفي ان هو كان بيسال عليا، ويكفي ان هو كان انا ذات نفسي كنت شغوف ان انا اتعلم، وهو كانش بيبخل عليا صراحه، وكان بيسال عليا حتى لما بغيب في ماتشات. طبعا كان في تحضيرات للنادي الاهلي انا كنت بفضل ان انا ابعد يعني على اساس ان هو ياخد ده. هو كان بيسال كان بيسال كابتن احمد ناجي يعني في الفتره دي طارق ليه ما بيجيش وكلام من ده. حاجه الثانيه الصدف لعبت يعني او القدر لعب، خاصه بعد الفتره ان انا قضيتها ان انا اتقابل مع النادي الاهلي في دور 16 مظبوط في كاس مصر وانا خرج النادي الاهلي. ما كانش زعلان، بالعكس كان اول مره مستر مانويل يقوم من على الدكه ويروح يسلم عليا ويقول لي انا مسافر البرتغال وعاوزك تيجي تاخد اجل ايك واخد الكاس. والحمد لله يعني يمكن يعني مخيب ناس ظنه، وهو كان انا متخيل ان هو كان سعيد. سعيد بالتجربه، لان هو كان بيقول لي يعني معظم مدربين مصر يعني ما بيحبوش يتعلموا، مفكرين ان هم متعلمين. فانت طالما انت عاوز تتعلم انا مش هبخل عليك باي شيء. وعلمك كل حاجه يعني اللي حضرتك. والله شوف الفتره طبعا ما كانتش كبيره، حوالي اسبوعين، لان طبعا انشغال النادي الاهلي كتير جدا طبعا، وانا كنت طبعا منشغل مع الفرقه، فكنت يعني بختار الاوقات اللي انا فاضي فيها عشان اروح للنادي الاهلي. فعشان كده انا برد عليك اشمعنى النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هو قمه الهرم في الكوره في مصر. نعم. طيب ايه ابرز الحاجات اللي اتعلمتها من مانويل جوزيه؟ شخصيته. شخصيته، لان ما كنتش رايح يعني انا الناس كلها كانت مفكره ان انا رايح اتعلم تدريبات. لا، انا كنت رايح اتعلم شخصيه المدير الفني. عين المدير الفني، خبرات المدير الفني في التعامل،
وكنت عاوز اقرب من المسرح. يعني ما تنساش ان كان بيتولى مستر مانويل في الفتره دي كان فيها نجوم كبار. مظبوط. يعني من الصعب انك تسيطر عليهم. صح. فالشخصيه ديت ازاي ان هي شخصيه محبوبه وفي نفس الوقت اللعيب بيهابه وانت تعلم ده تمام وبيحبه في نفس الوقت. تمام. وما كانش عنده نوع من التميز بين اللاعبين. مظبوط. فانت عشان تكسب النقاط ديت اهم من التدريب. يعني عشان ديت بتصنع شخصيتك، دي النقاط في شخصيه المدرب بتتحط، انت بتحطها بتكتسبها، مش هتكتسبها الا لما تشوفها عن تجربه، وان ازاي اللي قبل منك بيعملها عشان تقدر تقلده. علاقته باللاعبين، علاقته بالاستاف التدريبي، علاقته بمجلس اداره، علاقته بالاعلام، علاقته حتى بالعاملين اللي داخل اللي بيساعده في النادي. فكانت شخصيه صراحه بالنسبه لي انا شخصيه مميزه. انا اكتسبت، انا يعني انا اللي فزت في الموضوع. نقلت لنفسي خبرات في وقت قصير، والوقت القصير ده من 2005 ل 2010 حصل نتاج الوقت ده. بطولتين والثالثه في خلال 5 سنين احنا خدنا 3 بطولات. مظبوط. بالعلاوة على المشاركات المتتالية في بطولات افريقيا. مظبوط. وفي سنة من السنين يمكن قبل ما يعملوا التواني كنا تاني الكونفدرالية. ايوه. كنا تاني الكونفدرالية. ايوه. بس ما كانش فيه تواني، ما بيختاروش تواني. ما بيختاروش التواني ساعتها. فوصلنا مرحلة 5 سنين دول اعتقد هم كانوا الأفضل لحرس الحدود. بالظبط. يعني فكان نتاج الكلام ده يعني. وانا لو كان عندي قدرات ان انا اقدر اتعلم اكتر من كده ما كان كنت اعمل احسن من كده طبعا، مفيش شك طبعا. حتى في الوقت الحالي لابد انك تعمل ابديت دايما، ده مهم جدا لازم. يعني حتى مشاهدتنا كانوا دايما يدرسونا في الدراسات التدريبيه ان المباريات هي افضل شيء للتعلم. او افضل هيد كوتش لما بتفرج على مباراه، يعني لما بتفرج النهارده على اليورو انت بتتعلم ليه. انت النهارده دول افضل مدربين على الساحه في اوروبا، او اكبر مدربين على في الساحه اوروبا. اتفرج على المدرسه الايطاليه، اتفرج على المدرسه الالمانيه، اتفرج على المدرسه الفرنسيه، على البرتغاليه، على الهولنديه، مدارس وفلسفات. النهارده ما بقاش زي ما انت شايف كده. يعني انا لو تفتكر لما جيت نقلت من 3-5-2 بعد 25 سنه او حقبه كبيره جدا جدا كانت المسيطره على عقول الكره المصريه، الاربعه كانت بالنسبه لنا طفره. الناس كلها كانت بتتكلم ان دي هي كره القدم الحديثه. مظبوط. اللي في العالم اللي بتتحدث بلسان الكلام ده. النهارده في اليورو المدارس دي مختلفه، ما بقاش في 4-4-2 بمشتقاتها، ولا 3-5-2 ولا 3-4-3. خلاص كل مدير فني بيختار فلسفته وبيختار استراتيجيته وبيطبقها على اللاعبين عشان يقدر يكسب. النهارده اصبح مزيج بين المدارس المختلفه اللي انت تتعلم منها، بقيتش عارف تطبق دي، لكن الخامه هي اللي تجبرك. النهارده مستر موسيماني لما فاجئ الجميع في مباراه الترجي باختيار اسلوب 3-4-3، عشان كده بقول لك رجعني ايام مستر مانويل جوزيه. لان كان دي كانت الطريقه المفضله لمانو. فصراحه كانت مناسبه جدا جدا. ده مش معناه ان هو يعني ان طريقه 4-2-3-1، لا، لكن هو ده الانسب للمباراه دي. للمباراه دي. وهو ده دايما. بما اننا بنتكلم على بيتسو موسيماني، لسه بيتسو موسيماني دلوقتي منزل دعم كبير للنجم عماد متعب على تويتر الحقيقه، وقال يعني وش اسبيدي ريكفري، يعني ترجع بسرعه ان شاء الله وتبقى كويس. ده بالنسبه لبيتسو موسيماني، هو بيتكلم عن النجم الكبير طبعا كابتن عماد متعب، مسانده كبيره جدا من كل جمهور النادي الاهلي ومن كل جمهور مصر الحقيقه لاحد نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين. ان شاء الله هو يعني زي ما قلت لكم للمره الثانيه او للثالثه اقول لكم هذا الكلام، اقول لحضراتكم هذا الكلام، ان متعب الحمد لله كويس. يعني ان شاء الله تطمنوا عليه قريب، ان شاء الله ان شاء الله تطمنوا عليه قريب من خلال ان شاء الله. يعني مش عايز اقاطع في هذا الموضوع. ان شاء الله ربنا يشفي عماد. يعني صراحه يعني فوجئت طبعا انا خروجه في التلفزيون الفتره اللي فاتت. وان شاء الله ربنا يعافيه ويشفيه وشفاء طهورا باذن الله، ان شاء الله نطمئن عليه في الفتره القادمه باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن طارق، ايه الفرق او ايه اللي انت شايفه ما بين او اوجه التشابه ما بين مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني؟ ناس كثيره جدا بتعمل مقارنات دلوقتي لهذا الموضوع. صعب. صعب كتير جدا. اولا اول هو ابتدى دلوقتي موسيماني يكتسب الثقه لدى جمهور النادي الاهلي. مظبوط. ابتدى. لكن الصعب ان مستر مانويل
كان بيستحوذ على قلوب جماهير النادي الاهلي. ملوش حل. انا فاكر لما اتغلبتوا من الاسماعيلي جماهير كانت بتشجع لما هو خد كل الاهلي اتغلب من الاسماعيلي 3-0 في استاد الكليه الحربيه. ايوه استاد الكليه الحربيه وخد الفرقه كلها والجمهور بيسقف. مظبوط. يعني عارف انت المثل اللي بيقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يبلع لك الزلط. كان جمهور الاهلي بيبلع دايما الزلط. لا يعني هي دي الكاريزما او الحب الالهي اللي انت ما بتقدرش تتحكم فيه. يعني اولا نتيجه ان الدور الكبير اللي لعبه مستر مانويل في الفتره ديت. مظبوط. والجماهير حاسه طبعا بدوره الكبير. النهارده مستر بوس يعني ابتدى يتلمس هذا الطريق. ابتدى يعني صراحه هو من ساعه ما جه من حيث النتائج نتائج مبهره. لان حقق 3 بطولات في وقت قصير جدا. وقت قصير. وقريب جدا جدا من البطوله النهارده النهائي. وخلي بال حضرتك قعد برضو فتره طويله في مصابين كتير في الفرقه. مفيش شك. لكن انا كنت بحس في الشارع الاهلاوي برضو مفيش عدم رضا. الماتش اللي فات ده يمكن فرق كتير. الـ 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 الدنيا اتغيرت 360 درجه. يعني الناس حست ان هناك في تكتيك وراءه مدرب. ليه يا كابتن بقى؟ يعني اشمعنى ماتش الترجي تحديدا؟ دي المباراه الكبرى. لان المدربين ماتش الزمالك كان سجال. لكن انك تهيمن على ملعب رادس وانت عارف الملعب ده بهبته طبعا وسط جماهير الترجي وانك تشل مفاصل فريق الترجي خاصه على ملعبه وفريق عاوز يلعب للفوز وانك تسيطر تماما على مجريات الامور مره تهدي مره تسرع مره وفي الاخر ترسم استراتيجيه ازاي تخطف المباراه. الاهلي كمان لو كان عاوز يكثف من الاهداف في الفتره دي خاصه في الفتره الاخيره لان انا حسيت آخر ربع ساعة. لان حسيت ان الترجي اخر ربع ساعه كده بلغه كره وقع بدنيا. والاهلي سيطر تماما. الاهلي من بدايه المباراه مسيطر مهيمن ودي شخصيه فريق النادي الاهلي. ففي المباراه دي بالذات يعني حتى انا طول متابع طبعا مفيش شك مسيره النادي الاهلي من بدايه البطوله لغايه دلوقتي بدخول المجموعات ولحد مباراه السيمي فاينال مع الترجي. من افضل المباريات التكتيكيه اللي خاضها النادي الاهلي مباراه الترجي. اولا مع فريق كبير. اتفضل. مع فريق كبير ودور مهم جدا جدا وخارج الملعب ومحتاج تحقق نتيجه ايجابيه. الكل اللي كان في الشارع بره بيقول لو الاهلي رجع بتعادل في المباراه دي يبقى كسبان. على اساس ان في مباراه عوده في اللعب. لكن كون ان هو يفرض شخصيته بالشكل اللي انا شفته ده في المباراه دي تكتيكيا نجاح في الدور في المقام الاول لموسيماني لان اختيار الطريقه المناسبه. توظيف حمدي في المكان يمكن حمدي من نوع اللعيب التكتيكي. انا عارف حمدي فتحي كان بيلعب معايا في انبي عارف ان هو بيلعب في الحته دي ونجاحه في التوظيف ده في الثلاثه لنجح الطريقه دي بشكل كويس جدا جدا. عطى ثبات وقوه كمان في خط الدفاع لان عطى انطلاقات لمعلول في البناء بشكل كويس جدا جدا. كمان اكرم عمل مباراه هايله خاصه على الصعيد الدفاعي لان كان قدامه حمدي الهوني. وحمدي من النوع من اللاعبين اللي صنعوا الفارق مع فرقه الترجي في المباراه اللي خسر فيها النادي الاهلي السنه اللي اعتقد اللي قبل فاتت او اللي فاتت. لا وعمل الفارق مع الزمالك لو تفتكر في دوري المجموعات برضه. بالظبط كده. لكن مباراه تكتيكيه من العيار الثقيل. مفيش الثلاثي اللي قدام ما شاء الله حيويه ونشاط سرعات. ما يعني ايه يا كابتن الناس تسال يعني ايه مباراه تكتيكيه؟ طب ما هو كل مباراه هو بيحاول يعمل التكتيك اللي يقدر يشتغل عليه عشان يكسب اي مباراه. دوري بقى افريقيا بتاع ما هو يعني مثلا هو لاعب الوداد السنه اللي فاتت وكسبه 2-0. لاعب الزمالك 3 مرات، مرتين دوري ومره نهائي افريقيا وكسب الزمالك مرتين وتعادل مباراه. يعني اقصد ان اشمعنى المباراه دي تحديدا ويعني ايه تكتيكيا؟ يعني ليه الناس كلها شايفه فعلا زي ما حضرتك بتقول؟ تكتيكيا اولا لان النادي الاهلي غير من طريقه اللعب المعتاده. اللي هي 4-2-3-1. طب معلش يا كابتن في دي هل ده طبيعي؟ يعني هل اصل الناس تقول لك ايه؟ طبيعي بالنسبه للمدرب الآري لامكانيه توظيف واختيار الطريقه في المباراه دي بالذات. اوكي. اللي يصلح ليها في المباراه دي بالذات. هو شاف ان اتنين خاصه كمان ما تنساش ان بعد قفشه في الاصابه بالزبط. خليته يمكن هي ديت اللي ساعدت بنسبه 90% اختيار الطريقه دي. اختيار يلعب بالشكل ده. هو كان ممكن يلعب لان كان كل الجدل في الشارع او حتى المحللين او كل البرامج الرياضيه كان بتقول ان الاهلي هيلعب بثلاثه ديفندرز. أربعة ثلاثة ثلاثة. لكن اختياره انه يلعب ب ثلاثة في القلب
مع تحرير الباكين خاصة معلول، عطى أمان بشكل كويس جدا. مفيش شك طبعا المجهود الكبير اللي قام بيه السولية ومع ديانج الاثنين قافلين الملعب. أنا حسيت يعني صراحة أنا كنت قاعد في الماتش سعيد لأن في نسبة استحواذ عالية، أيوة، وفي نسبة استنزاف لطاقات الترجي كبيرة جدا جدا جدا، في نسبة شلل لتفكير يمكن أنا مش متصور إن معين الشعباني إن الأهلي يفاجئ بالشكل ده، لدرجة إن الترجي من أول خمس دقايق هو بيعمل هو اللي عامل الزون ديفنس، هو اللي راجع لنص الملعب، هو أيوه بالظبط كده، ما هاجمش النادي الأهلي لأن النادي الأهلي ما سمحلوش، يمكن واحدة الكرة اللي شالها الشناوي يعني ما تهددش لمرمى بهجمات متتاليه لمرمى النادي الاهلي، وده نظر للشخصيه وسيطره لعيبه النادي الاهلي داخل الملعب فرادس بالذات. وده خلي بالك يحمله مسؤوليه في مباراه العوده، هنتكلم لسه عن مباراه العوده لان مباراه العوده دي بالنسبه لي انا الناس كلها شايفه، يعني انا كان معايا من شويه كابتن خالد بدره على التليفون قال لي المباراه دي اصل 90% للاهلي و10%، هل انت مقتنع بالكلام ده؟ فين؟ هنا في القاهره؟ لا مفيش مدرب اولا، يعني هو كابتن خالد بدره بيقول لي ان الاهلي هيكسب بنسبه 90%، لو الاهلي حط في دماغه كده ما اعتقدش تفكير النادي الاهلي، لا مدرب، لا مدرب النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي، مظبوط، لان انت بتلعب اولا فريق كبير بالظبط عنده لاعبين خبرات كبيره جدا تستطيع استغلال انصاف الفرص، ونتيجه 1-0 وانت عارف في البطولات الافريقيه نتيجه خطر، أسوأ حاجة خطر جدا جدا جدا، لكن بتديك اطمئنان 50% على الاقل بالظبط، ال 50% الثانيه في ايدك خاصة المباراة مقام على ملعبك وانت عندك داخل انت دلوقتي رجل بره في المباراة النهائية وبرجل جوه، فانت بتحاول تحافظ على ده على على على, على ان حظوظك في الترشح مظبوط، فلازم لا المباراة في منتهى الخطورة خاصة ان الترجي ما عندوش ما يبكي عليه، الله ينور عليك، هيجي يهاجم هنا بشكل كويس خلي بالك، وده اللي هيدي فرص كتيرة جدا، يعني انت عارف انت غير لما فرقة هتتمركز لك في الدفاع، يعني انت كابتن لو معين الشعباني وعندك والمباراه الاولى اتغلبت من الاهلي خلاص انا ما لا ابكي، هتعمل يعني ايه المباراه الثانيه؟ لازم ههاجم النادي الاهلي بس برضو الفرق الكبيره ديت ما بتهاجمش عشوائي لا يا عم، الحساب انها بتلعب النادي الاهلي لازم يبقى عندها توازن في الناحيتين الدفاعيه والهجوميه، لكن لازم يكون عندي النزعه الهجوميه لان انا عاوز اعوض الهدف، ولا ممكن يا كابتن مثلا نلاقيه بيلعب بنفس الطريقه ان هو يقفل يفضل محافظ لاخر ربع ساعه نص ساعه وبعد كده ما تصورش لان الاهلي انا متصور ان هو هيلعب بتوازن كبير جدا جدا في الناحيتين، الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه احرز هدف عزز حظوظه اكتر في الترشح للنهائي، ما احرزش هو معاه 50% من الترشح اوكي، يعني انا قصدي مش هيستدرج بالعكس ان بالعكس ده الاهلي عنده فرصه كمان، لان النهارده انا شايف ان صلاح مع شريف مع طاهر في سرعات كبيره جدا 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 حتى مع حسين في سرعات كبيره جدا تقدر تستغل خاصه اندفاع الترجي في الهجوم أوكي. يبقى هيتفتح مساحات كبيره جدا تقدر تستغلها بشكل كويس جدا في احراز هدف تاني، لو انت بتتكلم بالمنطق ده يبقى في الربع ساعه الاخيره اللي حصل فيها النادي الاهلي يعني في المباراه في رادس يستطيع ان هو يعزز كمان من مجهود اكتر او احرازه الاهداف اكتر. انت دايما كنت تقول لنا كلمه لما كنا بنلعب وحضرتك كنت مدير فني، كنت دايما تقول لنا احنا نازلين بنقطه، طبعا هي دي نحافظ عليها، ايوه انا بقول لك 50% قدرنا ناخد الثلاث اللي هو ده 50% لازم المباراه تلعب بنفس المنطق، يعني لازم المباراه تلعب بعقلانيه لازم تلعب بعقلانيه، يعني انت ما بتلعبش فريق مغمور، انت بتلعب الترجي وعنده لاعبين يعني يستطيع ان هم يعني انا عايز اقول لك انت كمان كنت بكتب لكم كده بتقول ممنوع الاخطاء ممنوع انك تخطأ عشان ما تديش المنافس فرصه ان هو يخش معاك، مظبوط، لو حصل النادي الاهلي سيطر بنفس السيطره اللي انا شفتها في رادس دي المباراه ان شاء الله في اتجاه النادي الاهلي. هنرجع نكمل كلامنا الممتع الحقيقه مع كابتن طارق العشري، ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع بقى نسال الكابتن طارق العشري هل من الممكن ان كل اللي بيحصل ده كل الاعلام التونسي وكل الناس في تونس بتقول ان الاهلي الاقرب، هل ده كله ممكن يبقى في اطار الحرب النفسيه؟ هنطلع فاصل وبعد الفاصل نسأل الكابتن أو نسمع إجابة الكابتن طارق العشري. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن طارق سألتك سؤال قبل الفاصل عن هل من الممكن أن تكون الكلام اللي بيتقال كله من كل الإعلاميين التوانسة وكل الصحافة التونسية على أن الأهلي هو الأقرب وكذا، هل ده ممكن يبقى في إطار الحرب النفسية على النادي الأهلي؟ طبعا مفيش شك مفيش شك طبعا، اولا هم الكلام ده طالع من هناك
اولا انا متخيل ان هم مصدومين من اداء الترجي في الماتش. بمعنى؟ لان بمعنى ان الترجي ما يعني احنا بنقول كده باللغه ده ما جاش الماتش يعني. فهم مصدومين من اداء فرقتهم, وان الترجي في 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 في, في دور مهم جدا, وكان من المتوقع ان الكفه الراجحه في المباراه دي للترجي. ففوجئهم طبعا بالاداء الكبير جدا للنادي الاهلي, وفوجئوا ان فعشان كده الكلام بس برضو ما اعتقدش ان الكلام ده يؤثر بالسلب على الجهاز الفني واللاعبين. لان هنا زي ما قلت لك 50% من الترشح في المباراه الاهم هي الثانيه دايما مش الاولى بالظبط. المباراه الاهم واللي هيتبنى عليها ترشح النادي الاهلي هو مباراه القاهره ان شاء الله, استاد القاهره باذن الله تعالى, او استاد السلام, الاهلي والسلام, تمام. فانا ما اعتقدش ان النادي الاهلي هيفرط, ولا جهازه الفني ولا جماهيره ولا ادارته, لان ديت بتمثل النهائي في المغرب ان شاء الله باذن الله تعالى. واتوقعها باذن الله تعالى تبقى مباراه كبيره جدا جدا بين شقيقين طبعا. لان انا برضو لمست الترحاب الكبير جدا جدا لبعثة النادي الاهلي باستقبال الكابتن الخطيب في المطار من رئيس مجلس اداره النادي الترجي. نعم. وده بيعكس شعور جيد جدا جدا بين الناديين بغض النظر مين هيترشح, مين اللي هيوصل, لان ديت اللي بتبقى يعني الرياضه زي دايما بتالف. بس احنا كل سنه بنروح في نادي مصر بيبقى هناك اكيد, وهيفضل دايما انديه شمال افريقيا هي اللي مهيمنه دايما يعني في الفتره الاخيره على مزبوط. على الكره الافريقيه. على الجانب الاخر يا كابتن, شفت حضرتك مباراه الوداد والكايزر تشيفز؟ شفت والكايزر خطف المباراه من الوداد, وده يعني مش عاوز اتكلم اسبق في الكلام, لا احنا بنتكلم على الماتش. لكن النهائي كده خلاص, النهائي كده كده في المغرب. لكن طبعا مفيش شك طبعا الارض يعني مفيش شك طبعا يعني اذا ترشح الوداد مفيش شك طبعا في صالح الوداد طبعا, لان هيلعب النهائي في ملعبه وسط جماهيره, ودي طبعا بتدي 50% من الـ المسانده الجماهيريه للفريق اللي هو صاحب الملعب طبعا. ان شاء الله باذن الله مش عاوزين نسبق, لكن باذن الله تعالى الاهلي الاول يتخطى الترجي, وان شاء الله يسيب ربنا سبحانه وتعالى يعني يدبر الامور باذن الله تعالى. وان كان انا شايف اقرب ان شاء الله باذن الله الاهلي كايزر شيف في النهائي في المغرب ان شاء الله. لا لسه يعني ما نشوف هذه المباراه. بيني وبين حضرتك هتبقى مباراه صعبه جدا, اي طرفين هيوصلوا للنهائي هتبقى مباراه صعبه جدا. واحنا النهارده الحقيقه الظاهر يعني مستر موسيماني دايما هيلعب ضد بلده. هيلعب ايه؟ ضد بلده. جنوب يعني افريقيا. لو الاهلي وصل وفريق كايزر تشيفز صح, لانه مخرج صن داونز, بس هيلعب بقى في المغرب. هيلعب في المغرب دلوقتي لو ده حصل يعني. لكن في النهايه يا كابتن لما تيجي برضو تفكر, انا برضو مقلق جدا من الماتش اللي جاي بجد. يعني بص, حاله طبيعيه وايجابيه. انا مقلق منه. حاله طبيعيه وايجابيه يا اسلام. انك تعيش الوضع, لانك تكون قلقان, ما تبقاش مطمئن, لان المباراه زي ديت لو انت بتطمئن مفيش شك طبعا بتاثر عليك بالسلب. وده اللي حصل لان الترجي ايوه في مباراه الاهلي, ان هو كان مطمئن كتير جدا جدا المباراه ان هو هيفوز بالمباراه, لكن فوجئ بان النادي الاهلي متغير تماما داخل ارضيه الملعب. يبقى 90 دقيقه الكفاح والجهاد داخل الملعب, واصرار اللاعبين واصرار الجهاز الفني وطريقه اللعب والاستراتيجيه والفلسفه اللي هتتبعها كل فريق للوصول لهدفه, مهم جدا ده. الاهداف ما فيش شك طبعا, اهداف النادي الاهلي ودوافع النادي الاهلي عالت بنسبه 80%, مش عايز اقول 100%, 80%, ويتبقى ال 20% باذن الله تعالى في المباراه العوده باذن الله تعالى للوصول النهائي. في شك طبعا ده يضيف رصيد, لان كل الناس انا شايف حتى على السوشيال ميديا العشرة يا اهلي, فما فيش شك ده توالي للبطوله. الكل يتمنى ان هو النادي الاهلي يفوز بالبطوله العاشره, ولكن لن تفوز بهذه البطوله الا بعد ان تتخطى الترجي في المباراه القادمه. لازم ده يبقى واصل لحضراتكم وواصل لكل الناس وواصل للاعبين. هو بالفعل اللي انا شفته النهارده, انا طبعا مش عارف يعني الامن هيسمح بكام للجماهير, ده لسه ما بانش. اتمنى طبعا حضور جماهيري كبير جدا جدا لمؤازره النادي الاهلي في المباراه دي, لان دي دايما بنسيبها للناحيه الامنيه والناحيه الصحيه, لان ده برضه هيفرق كتير طبعا في اطار طبعا الروح الرياضيه. يعني نوري الوجه الحقيقي
لجماهير النادي الاهلي في مثل هذه المباريات. دائما يا كابتن المباريات اللي بيتم الرهان فيها على جمهور النادي الاهلي خلال السنوات السابقه، حضرتك فكر كده وافتكر، هتلاقي دايما ان احنا بنكسب الرهان ده. مفيش شك، جمهور النادي الاهلي جمهور النادي جمهور عظيم. ولكن في النهايه طبعا ده قرار دوله، قرار وزاره الصحه مع شوف انا عاوز اقول وزراء المسؤولين عن هذا الموضوع. بص المباراه النهائيه ديت بالذات، يعني انا من المباريات اللي امتعتني امبارح في اليورو الدنمارك. لان بتلعب لا كفريق سيبك من شوف الملعب متزين بتيشيرتات اللون الاحمر اللي هي بتاعت الدنمارك. وكان هو خلي بالك بالظروف اللي عاد الدنمارك كان رابع فرقه في الجدول، مظبوط ترشحها كان هي بره صح، واخد بالك بمساند بسبب الرئيسي لمسانده الجماهير في ظل الظروف ديت اللي مرت بيها دنمارك، مرت ظروف صعبه بريكسن لما تعرض للحاله اللي احنا شفناها ديت في الملعب، وبعدين الحاله النفسيه اتاثر بيها الفريق، اتهزم في المباراه الثانيه، ثم مباراه فاصله يا اما بره يا اما جوه، تكسب روسيا 4 وتترشح مركز ثاني. السبب الرئيسي شوف بقى فرحه الجماهير قد ايه عطت، يعني اجواء احنا كلنا متشوقين بالظبط. فانا اعتقد تعرف ان الناس كلها بتتفرج على مباراه المجر علشان الاستاد بيبقى مليان عشان بالظبط على بمناسبه كلام حضرتك انت لعيب وعارف وانا لعيب وعارف قد ايه دور الجماهير في احساس اللاعب داخل الملعب. انت حضرتك كنت دايما تقول لنا لما نيجي اللاعب الاهلي مثلا ده تقول لنا استنى عشان نشوف الجمهور. ايوه شوف جمهور الاهلي بيعمل ايه. انت تتخيل حضرتك انا دايما انا عمري ما انسى لما حرس الحدود كسب الاهلي في المباراه النهائيه في الكاس، تتذكر ان كل جمهور النادي الاهلي كنا في الاستاد، كل جمهور النادي الاهلي سقف لحرس الحدود. لا بالزبط. انا عاوز اقول كم مره جمهور النادي الاهلي لعب دور جوكر في مكسب النادي الاهلي. ده كتير قوي كتير. شوف قد ايه النهارده الجماهير لها دور مهم. انا كنت بروح اتفرج على مباراه النادي الاهلي والكربونا اللي هي كانت بتعملها الرسومات للنسر في المدرجات والاعلام والتشجيع اهو يعني الحاجات دي كلها احنا افتقدناها. فانا اعتقد ان الاتحاد الافريقي في المباريات اللي زي ديت بيسمح باعداد مناسبه للحضور. هو الاتحاد مع طبعا الاحترازات الطبيه طبعا في الشك طبعا لكن يعني الاحتفال في قصدي الفرقه محتاجه فعلا جماهيرها في مباريات زي دي. انا دايما اقول كلمه يا كابتن حتى للاعبين اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي، كل النجوم اللي موجودين في النادي الاهلي اقول لهم ايه؟ انا الحمد لله ما شفتش ان ما فيش يعني ما لعبتش مباراه وما فيهاش جمهور. الحمد لله فرق كبير جدا يا كابتن. انت عارف عجبني تعليق لواء الجمعه في اليورو بيقول ان احنا حسينا ان احنا طلعنا من القبور لما شاف الجماهير. دي حقيقه. انت اللعب بدون جمهور شيء مفيش ضغوط صح، مفيش هي ضغوط المكسب فقط لا غير انك عاوز تكسب، لكن ضغوط الجماهير دي لها يعني ومتعه الجماهير وتشجيع الجماهير واحساس انك تسعيد الجماهير ديت اللي جايه دي لا حاجه ثانيه، خاصه الانديه الجماهيريه طبعا اللي عندها جمهور طبعا. ولكن يبقى الوضع في ايد المسؤولين الحقيقه في ان شاء الله يسمحهم باذن الله تعالى بعدد مناسب يأزر في مباراه زي ديت مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، ويحضر الجمهور ويدي مثل كبير جدا لمؤازره النادي الاهلي والفوز باذن الله. طيب واحنا بنتكلم كده برضو يا كابتن الحقيقه احنا عاملينك مفاجاه لطيفه، يعني مع حد انت بتحبه مرنت معاه. خلينا نطلع نشوف الفيديو الاول وبعدين ليش. نريح شويه نطلع نشوف الفيديو Hello, a very good evening to Cairo from Beirut. Hello, Issam. Hello, Tarek. Two great people from Egyptian football together and having a nice evening. So let me invite myself to you, to the party. And by listening to you, remembering Egypt. Egypt and the heart and the whole Egyptian football. I have to say thank you for all those nice moments I was able to spend with you and with others in Egypt. But of course, a very special one in this is my friend Tarek. Tarek will never forget a character, a player, a man like you. This is what we are missing in today's football, honestly. Player like you.
they are representing the original football. Too many people forgot these days that defense belongs to the football like offense. All our kids, everybody wants to be Messi, but nobody wants to be a defender. But this is a very important point, like we see now in the European Cup for the national teams there. How much defense is important. ايه رايك؟ هذا الرجل هو اللي حببني في كره القدم. والله احنا عارفين طبعا مستر بوكير طبعا تربطني بيه علاقه مهمه جدا لان انا كنت لاعب بالظبط وحببني زي ما بيقول كده ازاي تبقى لك شخصيه في كلاعب وانك تكون مؤثر وان اكون منضبط لان هو كان منضبط وهو ما كبرش يعني ما شاء الله. لا هو بسم الله ما شاء الله 73 سنه ما شاء بسم الله بسم الله ما شاء الله يعني ما كبرش وكان خلي بالك في التدريبات كان قاسي جدا 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 وبيجري معاك ويلعب وحصل معانا في الفتره اللي تولى فيها الاتحاد احنا كنا دايما الفترات اللي قبلها كنا بننافس على المراكز المتاخره الفتره اللي تولى فيها عمل طفره والاتحاد رابع في رابع دايما معاه وكان قاسي جدا جدا معانا لكن كان طموح جدا جدا ونجح جدا جدا وحببني ان انا بعد كده هو قال لي من الشخصيات قال لي ان انت لما بعد كده تبطل هتبقى تكون مدرب كويس لان انت عندك الكاركتر زي ما بيقول كده في المقابله اللي قالها ديت فانا على الصعيد الشخصي بحبه وبنقل له تحياتي وهو راجل عظيم صراحه يعني. لا راجل جميل انا شخصيا تعاملت معاه برضه وبعدين ما شاء الله يعني محافظ على صحته لانه ما شاء الله يعني الرياضه دي بالنسبه له رقم واحد. هو على طول يا تنس يا كوره يا جري يعني المهم بيمارس الرياضه. بيعمل دايما ممارسه كبيره جدا للرياضه. طيب خلينا نطلع فاصل يا كابتن طارق وبعد هذا الفاصل برضه هنرجع نتكلم في كره القدم وتكتيك كره القدم مع مدرب قدير وكبير كابتن طارق عشري بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بما ان ثيو بوكير اتكلم عن الجانب الدفاعي في ناس كتيره جدا بالفعل بتهمل الجانب الدفاعي هذه الايام يا كابتن ودايما تقول لك ايه عايزين نكسب 3 و4 او نجيب 3 4 اجوان. ما احنا مش هنجيب 3 4 اجوان غير لما نؤمن دفاعنا بشكل جيد. يعني التكتيك اصلا اللي بيتبعه اي فرقه في العالم مبني على شقين، شق دفاع وشق هجوم. ومش هتكسب لما تكون دفاعاتك كلها متينه زي ما بيقولوا، قوي جدا جدا في الدفاع. النهارده بنضرب مثل كان باقوى دفاعات في العالم النهارده بيفاجئنا المنتخب الايطالي بعودته مره اخرى. عائد ب 29 فوز متتالي. تمام؟ مع يعني ايه السر يا كابتن؟ اولا مانشيني المدرب اللي تولى حقبه جديده جدا كبيره جدا تجديد في دماء المنتخب اسماء كلها جديده الايطالي كليني وكم واحد الايطالي طريقه اللعب اللي بينتهجها المنتخب الايطالي دفاعيا وهجوميا فلو مش هتدافع كويس مش هتهاجم النهارده الاهلي النادي الاهلي اولا الدفاع نوعين مهم جدا دفاع وانت مستحوذ على الكوره ما هو ده دفاع صح كرة في رجلك لما طول ما الكرة في رجلك انت مرماك ما بتهددش صح والدفاع التقليدي اللي احنا بنرجع فيها في نص ملعبنا للدفاع بشكل كويس جدا جدا التيم ككل النهارده في كرة القدم الحديثة كلها النهارده ما اصبحش في ناس بتهاجم وناس بتدافع الفرقة كلها انت بتشوف منتخب بلجيكا النهارده كلها تحت الكورة من اول لوكاكو هازارد كله تحت الكورة صح المنتخب الفرنسي خد بطولة كأس عالم بالهجمات المرتدة دفاع الجيد البرتغال في الامم اوروبا اللي فاتت مش دي الدفاع الجيد انا بكلمك على فرنسا التمركز الجيد ثم الانطلاق في الهجمات المرتده عنده الجوده من اللاعبين اللي ينتقل عليه مش معنى انك بتدافع يعني انت راجل بتلعب دفاع فقط لا غير لا لكن انت ده تكتيك انت بترسمه بشكل كويس جدا جدا في حاله فقدان الكوره كل مدربين العالم بتقول كل في حاله فقدان الكوره الفريق كله تحت بيدافع بشكل كويس عشان يستعيد الكوره لكن بتختلف يعني في اللي بيدافع من اول ما يفقد الكوره في البريسنج الهاي بريسنج عشان يستعيد الكره من نفس منطقه فقدانها وفي اللي بيرجع على زون ديفنس ده دفاع وده دفاع لكن ما يعني ده جزء مهم في المباراه تكتيكيا عشان تقدر تحقق الفوز كابتن طارق برضو حضرتك غيرت فلسفه في كره القدم المصريه في 2004 2005 بتغييرك لطريقه اللعب ايه ابرز المشاكل اللي ممكن كانت او تواجهك او واجهتك في ذلك الوقت
وايه ابرز المشاكل اللي ممكن تواجه مدرب بيحاول يغير فلسفته التكتيكيه؟ ابرز المشاكل هي التكتيك اللي هيطبقه اللاعبين. لان ده في ثلاثة تكتيك تنظيم وفي أربعة تنظيم تاني. لأن اللي في أربعة بيحتاج فيها ترحيل خاصة عن طريق الباكين نص الملعب بشكل كويس جدا عشان يضم يبقى ظهير ثالث مع الاثنين الاستوبر بشكل كويس، فده محتاج تدريب. لكن أنت بتعتمد على ثلاثة في المدافعين خلاص قافلين نص الملعب بشكل كويس جدا، بيدي حرية للظهيرين إن هم يعملوا الواجبات الهجومية بشكل كبير. نص الملعب بيحاول بقدر الامكان ان هو يقوم بالادوار الدفاعيه ثم الادوار الهجوميه. ثلاثه لو بتلعب بثلاثه في طرفين بيقوموا معاك الادوار دي بشكل كويس جدا. فكان عشان تقدر تطبق بعد 25 سنه من التمركز في 3 5 2 او 3 4 3 كل ديت بتحاول تعمل تغييرات سوفت وير جديد للاعبين، فده خد مني مجهود كبير جدا. ويمكن انت شفت المجهود الكبير اللي كان بيبذل في التدريب، لكن سعادتك اكتر لما انت كنت بتتدرب على شيء ثم تنفذه. الكلام ده عمل طفره مع الحرس، عمل طفره كبيره جدا مش في حرس بس، ده كان على مصر كلها، لان مصر كلها قلبت بعد كده كله اللعب بهذه الطريقه. انت حضرتك تتذكر حتى في بعض الاوقات كان يقول لك انتوا بتلعبوا على الاوفسايد، احنا ما بنلعبش على الاوفسايد. يعني الحرس ساعتها ما كانش بيلعب على الاوفسايد، الحرس على الأفسايد. كان بيلعب دفاع متقدم داخل. ايوه عشان نضم الخطوط، تقرب الخطوط من بعض عشان تقدر وده يعني نفعنا كتير جدا خاصه مباراه النادي الاهلي اللي هي كانت نهايه الكاس. نهايه الكاس لان ده لو انت سبت مساحات لعيبه النادي الاهلي هيقدروا يضربوك فيها بشكل كذا. فكنت يعني متذكر في المباراه ديت اكبر نسبه اوفسايد في الجيمز في اللعب في الاهلي اسمه فرانسيس على ما اتذكر. هو اللي خد معظم الاوفسايدات بالظبط كده. فده نجاح بالنسبه لك لفرض شخصيتك وطريقه كل العالم بيلعب دلوقتي كومباكت، خطوط كلها قريبه بيقرب الثلاث خطوط. انا بقول لك الفلسفات كلها دلوقتي سواء في 3 5 2 3 4 3 بمشقاته او 4 لازم الخطوط كلها تكون قريبه من بعض، مفيش بقى الجاب الكبير اللي بتلعب بيها اللي كان زمان ديت، لا مفيش كده. الكل السرعات النهارده هي اللي طاغيه. النهارده الفريق اللي عنده سرعات سواء على صعيد الدفاع او على صعيد المهاجمين بيعمل فرق كبير جدا. النهارده شفت حتى في الجول اللي جابه شريف سرعه شريف ثم الباسنج الباين اللي عمله ديانج لشريف هو اللي ضرب بيها الدفاع. ايه رايك في وسط ملعب النادي الاهلي يا كابتن؟ يعني وجود اثنين ولا ثلاثه في المباراه اللي جايه ترجي، اصل هو ده اللي هيفرق. انا شايف انا نجحت بشكل كبير جدا في التكتيك اللي عمله مستر مونسيماني في مباراه نجاح كبير جدا، يعني نجاح على جميع الاصعده بدنيا استحواذا نتيجه لا انا بكلمك على انك ازاي تستحوذ على قلب المباراه. تمام، ازاي تفرض شخصيتك على الفريق المنافس وتشل حركته بشكل كبير جدا. فاستحوذ يعني النادي الاهلي استحوذ على كل مفاصل المباراه اللي انت تتمناها كمدرب، بناء الهجمات عن طريق الاطراف، تهدئه الملعب في الاستحواذ بشكل تقليدي انك تقلب الكره من اليمين للشمال للشمال لليمين، حتى كان في الهجمات والرجوع تاني للخط الدفاع. يعني ده ودي طريقه لعبه يا كابتن، مش مجرد لا طريقه لعب طبعا. استنفاذ الفريق الخصم اصل يعني ايه؟ لا بالعكس لا بالعكس، انت بتستنزف الخصم وفي الاخر انت بعد الاستنزاف ده عملت هو الاهلي جاب الجول في الدقيقه كام؟ في الدقيقه حاجه و60 اعتقد بالظبط، بعد ما استنفذ طاقه فريق الترجي. لان انت لما بتعمل استحواذ والتناقل للكره بين اللاعبين من اليمين للشمال للخلف للامام كل ده انت المدرب الفريق المنافس بيدي اوردر للاعبين انه يعملوا بريسنج طبعا عشان كل ده مجهود. لو انت ما استطعتش انك تقطع الكوره فانت بتجري ورا الكوره، هو عمليه استنزاف. ده احد اساليب كره القدم الحديثه، ازاي تستنزف الخصم بشكل كبير جدا اللي عمله النادي الاهلي، وفي الاخر بعد الاستنزاف تيجي النتيجه. اوكي، اللي انت بينها انك بعد تعمل تاخد هجمه، شوف انطلاقه ديانج منين، المساحه منين، ثم الباسنج اللي عمله البتوين وتحرك شريف جيد جدا، لان شريف من مميزاته بيعرف يتحرك في التلت الدفاع للفريق الخصم. فبيديك فرصه كبيره جدا للباسنج، الجوده بتاع الباس البيني مهم جدا، ثم التحرك في وقت مناسب عشان تضرب الاوفسايد لشريف. ثم طبعا قدره شريف في ان احراز الهدف، لان ودي طبعا من حسن الحظ طبعا
كرة رجعت أو, او ان الكرة عملت دبل باص مع القائد. مع القائد صح. كان ممكن تخرج لبره, ممكن تطلع بره بالظبط كده. لكن نتيجه المجهود اللي عمله النادي الاهلي فربنا كلل مجهود النادي الاهلي فيه. ودايما يقول لك اصل الاهلي محظوظ. هو الاهلي محظوظ بمجهود لاعبيه طبعا. لا بمعنى المباراه ديت صراحه لو كان النادي الاهلي ما خرجش فايز انا كنت هزعل, لان المباراه من المباريات الحلوه للنادي الاهلي اللي تستمتع بيها, اللي انت تتعلم منها تكتيكيا في ازاي تفرض شخصيتك. لا صراحه الواحد انا كنت قاعد سعيد. طيب سعيد بالاداء وسعيد بالنتيجه. الفتره اللي جايه النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك مستني مباراه يوم السبت اللي جاي. مفيش كل جمهور النادي الاهلي مستني مباراه يوم السبت اللي جاي. من وجهه نظر حضرتك ان هو يبدا بنفس التشكيل من وجهه نظرك؟ انا شايف هو انا شايف, لان النجاح كبير جدا. اللهم هو طبعا مفيش شك طبعا لجوء مستر موسيماني في الطريقه ديت, لان قفشه كان مصاب وقعد فتره كبيره جدا يعني. فهل هو هيغير طريقه اللعب في المباراه ديت بعوده قفشه؟ لان قفشه المكان الطبيعي بتاعه هو سكند سترايكر, فدور رقم 10 هو اللي بيقوم على اقدام وبناء الهجمات. هل هو ممكن يغير الطريقه ديت؟ هترجع طبعا لشخصيه موسيماني في المباراه ديت وايه اللي عاوز ينتهجه في المباراه دي. لكن انا شايف ان الفريق وجهه نظرك اللي هي الفريق اللي بدا هو اللي يبدا برضه, اللي نجحت بيه اكمل بيه. ما هو ممكن يقول لك ايه النجاح لما قفشه نزل, ما هو ده النجاح اللي هو احرز الهدف او اللي عمل الهدف. قفشه ما فيش شك طبعا قفشه لعيب مهم جدا 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 في النادي الاهلي, لكن انا بكلمك على اختيار اسلوب اللعب. اسلوب اللعب في ثلاثه في الامام بيحتاج سرعات. اوكي. وما تنساش ان قفشه نزل في الوقت اللي استنزف فيه تم استنزاف طاقه الترجي. لكن قفشه انا بكلمك على تحركاته داخل الملعب. على الاطراف بيقل كتير جدا قفشه, لكن في العمق بيبقى منتج كبير جدا جدا. ان هو يتقدم سكن سترايكر, يبني, ياخد من نص الملعب, يبقى عامل مساعد بتوين. بالظبط كده. الحاجات ديت ليه دور مهم جدا. اي طريقه هو هينتهجها هو دي هترجع لل, لكن انا وجهه نظر حضرتك. اولا الحاجه الثانيه ان ما تنساش اكرم عمل دور كبير جدا في ان يوقف انطلاقات الهوني. طبعا حمدي من احد مفاتيح يكمل اكرم هجوم النادي. شوف اكرم نجح دفاعيا فيها بشكل كويس. اوكي. مع طبعا الوجبات الهجوميه, لكن طبعا مش مكانه. لو تسالني انا شايف ان لو انت عاوز تطلب اكتر واجبات هجوميه اكتر ممكن يكون حسين الشحات في المنطقه دي كباك يمين. هو يمكن اديها قبل كده في اعتقد في المقصه لما كان بيلعب مع الكابتن, عشان تبقى الناحيه الهجوميه في سرعات اكتر شويه. سرعات اكتر, النواحي الهجوميه اكتر, وكمان حسين من ناحيه البدنيه جيد يعني. لا وانت هتبقى قافل بثلاثه بالظبط كده اللي هم بدر وايمن وما بينهم حمدي. وما تنساش ان حمدي برده كمان حمدي الهوني سريع وحسين سريع. يعني في سرعات مقابله مع بعض هتدي حريه كبيره جدا لمعلول وحسين ان يبقى عنده وينجين تقدر تبني, لان انت عارف احد القوى للطريقه دي هي الاطراف. الاطراف لها دور كبير جدا جدا في خاصه لما بيبقوا طاهر وصلاح وشريف بيضموا للقلب عشان يكونوا ثلاثه سترايكر جوه ال 18. فانت محتاج ناس تبني زي معلول كده في الوصول الاماكن ال 18 في الكروسات او الباك باص للناس اللي جايه. في الطريقه دي يا كابتن اعتقد ان حارس المرمى بيبقى له دور كبير. مفيش شك النهارده حارس المرمى في العالم في كل الطرق في كل الطرق بمشتقاتها له دور. النهارده اتغير تماما. باش زي ما انت شايف كده, يمكن احنا كنا بنتكلم على ايام حققنا الكاس مع الكميني كان له دور كبير. حضرتك دايما بتعتمد عليه. مفيش شك طبعا. النهارده في بناء الهجمات له دور كبير جدا حارس المرمى في العالم النهارده. يعني بيلعب اصبح هو الليبرو الرئيسي. فعشان تبني هجمه طوليه او هجمه بتوين او هجمه على الاطراف انت محتاج حارس مرمى النهارده يجيد اللعب خلاص بقى الناس كلها بقت بتلعب برجلين دلوقتي. الشناوي عامل دور كبير جدا انا شايف في المنطقه ديت. يعني ما شاء الله يعني الحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى يكمل باذن الله في المباراه القادمه. دور علي معلول كواحد من كباتن الفرقه على الرغم من ان هو راجل محترف ولكن من كباتن الفرقه وفي نفس الوقت يا كابتن كواحد انت بتعتمد عليه كمفتاح كبير جدا. علي لما غاب صراحة تحس ان في جزء كبير جدا من النادي الاهلي غاب. لما كان غايب من وده طبعا يعني عاوز اقول ان برضو يعني لازم النادي الاهلي في الحتة ديت يعني
يدور على لعيب كواليتي جيد زي علي، لان ايمن كان بيأديها بشكل كويس لكن مش زي علي. علي مفتاح كمان يعني في بناء الهجمات بتعتمد عليه بشكل كبير جدا، عنده هدوء جيد جدا جدا. ما تنساش كمان ان ارسال الكرات العرضيه ديت ما بيبقاش عشوائي، لا بيبقى موجه بالزبط. موجه لمين في التحركات للاعبين، انت بتوصل للمنطقه دي وبتطلب من اللاعبين، مش بتروح تعمل كروس وخلاص، لا انت بتروح تعمل تكمل الهجمه عشان تنجح الهجمه. يا بتعمل كروسنج موجه للراجل، عمل واحده لشريف اللي هي قلاشة، شريف اللي هي الجون ده كان هتبقى لو شريف بيلعب دماغه كويس، يعني انا بقول لك لو صلاح محسن يجيبها او مروان يجيبها، لان محتاجه واحد بيلعب دماغه كويس على في المنطقه دي اللي قلاشها شريف. فانت محتاج البناء على الاطراف ده ناس عندهم سرعات، ثم الكواليتي الجيد في ارسال الكرات العرضيه او الباك باس للناس اللي جايه من تحت. يعني انا قصدي مرسله لهدف معين، ما تبقاش عشوائي، ما تبقاش انت رافع اوفر وخلاص. لا انت 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 ما انت رايح رافع اوفر، انت بتهدر كده مجهود الفريق. انت بتروح ترفع اوفر ياخدها الجون او ياخدها المدافعين ويرجع تاني ترجع تدافع عليها. لا ايه رايك في محمد طاهر مع النادي الاهلي؟ طاهر جيد طبعا، انا عارف طاهر لانه احد اللاعبين اللي انا كنت طلعتهم في الناشئين، من الناشئين في مع المولين. محتاج ان هو يكسب خبراته، هيكسبها ده طبيعي اعتقد. محتاج بس ان هو كمان يعني يتقل على كورته في التلت الهجومي. انت عارف احنا كنا دايما بنقول للمهاجمين اتقلوا على كورتكم عشان تطلعونا معاكم، صح، ما تخلوناش دايما مضغوطين. مش محتاج ان هو يفقد الكوره خاصه في التلت الهجومي، لان ده محتاج ان نطلع عليه النادي الاهلي عشان يترجم الهجمات. في ماتش التراجع عمل مجهود كبير جدا جدا، لكن كان عنده نسبه فقدان للكره كتير. فمحتاج هو دور الاجنحه دلوقتي يا كابتن هي تطلع على الاطراف علشان ترفع اوفرات برضه، ولا دلوقتي الدور اتغير؟ اجنحه اللي هو طاهر، حسين، وليد، اجاييه. شوف في ثلاثه لو 4-3-3 ليه الدورين، الدور اللي يطلع على الاطراف عشان يعمل كروسات او الشغل في الباك باس، او ان هو يفضي للظهير وانه يخش. بس هي الاقرب في ثلاثة ان هو يفضي للظهير ويخش هو كراس حربة. حلو. في نوعية تانية زي المان سيتي كده ما بيلعب. أيوة. ان بيدخل الظاهرين بيبقوا اتنين ديفندر، مع الديفندر ويزود الاثنين بيتزودهم اجنحة مع دخول الاثنين الاطراف لمركز الاسترايكر عشان يكونوا. طب ده ايه اللفه دي كلها؟ زياده عدديه. وهي نوع من التكتيك. اوكي. ما انت النهارده انا لما بقرا ان اسلام الشاطر دايما طالع فهقفل على اسلام. صح. فانا بعمل دايما تنويع. ان انا بقول يعني بقول اسلام اسلام دلوقتي هيتحفظ، لا يطلع مثلا طاهر. اوكي. ويخش اسلام جوه، اتحفظ طاهر يطلع اسلام ويخش. تغيير في التكتيك عشان انت تغير طريقه اللعب، الناس ما تبقاش كلها حافظه طريقه اللعب بتاعتك. وده اللي بيعمله جوارديولا ده بالظبط، مفيش شك. دايما هو طبعا بيعمل دي، بيزود القدرات الهجوميه من نص الملعب خاصه، والاثنين الباكين بيخشوا اثنين ديفندرين كمان مع ديفندر ثالث عشان يقفلوا نص الملعب. اخيرا يا كابتن طارق، انا مستمتع جدا الحقيقه بالدرس التكتيكي اللي احنا عاملينه بقالنا ساعه وربع كده مع حضرتك، ولكن اخيرا كابتن طارق الفتره اللي جايه بتفكر في ايه؟ والله ان شاء الله باذن الله خير الفتره اللي جايه يعني. يعني ان شاء الله باذن الله تعالى. انا عارف ان في 3-4 عروض مقدمه يعني، ومش قادر اتكلم فيهم بس يعني خير ان شاء الله. باذن الله ممكن جدا ان احنا نشوف كابتن طارق جوه مصر ولا بره مصر؟ والله احتمال كبير يكون بره مصر ان شاء الله. احتمال كبير باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن طارق، وسعيد جدا جدا ان حضرتك معانا، ومبسوط جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده. درس تكتيكي عالي المستوى الحقيقه من حضرتك، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق. الله يخليك. اشكرك على وجودك معانا وتحياتي ليك، وان شاء الله يوم السبت مبارك للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك يا كابتن على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للمدرب الكبير الكابتن طارق العشري، والمدير الفني الكبير الكابتن طارق العشري. الحقيقه واحد من اقرب الناس الى قلبي، ومن اقرب الناس الى قلب كل الاهلاويه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره عندنا حلقه هامه جدا في تمام الساعه 10، وحلقه جديده ان شاء الله من البيت الكبير.